إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إخواني أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان غادي نشوفوا الطريقة ديال الإصلاح ديال لامب ليد أو المصباح الاقتصادي. هالنوع ديال المصابيح هي الأعطاب متعددة، ولكن حنا غادي نركزوا اليوم على النوع اللي تتفتحوا إخواني وتتلقى فيه واحد العلامة تدل بأن راه شي حاجه محروقه. اذا تابعوا معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا الحل ديال اصلاح عطب في لامب ليد او في المصباح ليد. اذا كيف ما قلت لكم اخواني، غادي نشوفوا اليوم طريقه ديال اصلاح لامبه ليد او المصباح الاقتصادي. اذا عندنا هنا غادي نقوموا بالتجريب ديال هاد المصابيح. اذا هذا انتم كيف ما كتلاحظوا اخواني فهو خدام. غادي نحيدوه وغادي نحاولوا اننا نجربوا هذا اخواني الكرام. اذا لاحظوا انه تيدير بعض، لاحظوا اخواني كيفاش كيدير، يعني انه لاحظوا. اذا الى حققنا مزيان اخواني، يعني باش ما نطولوش، هنا تنستعملوا غير اله اللي غادي موصل كهربائي. لاحظوا معايا اخواني اللي شفنا مزيان في المصباح، هادو مصابيح واحد كيعطي الواحد. لاحظوا اخواني هنايا بالضبط في هذا المصباح، هذا تتبان فيه واحد البقعه سوداء. هذا كيدل اخواني بان هذا المصباح هذا راه معطل، وهو السبب في الانقطاع ديال الكهرباء وعدم اشتعال هاد لا لامب ليد. اذا كل ما غادي نديرو باش نتيقنوا بان هذاك المصباح او هذيك لا لامب هي السبب، غادي نحاولوا اننا نحاولوا نكور سيركويتيو ليها القناص ديالها او نلاقيو لها القنيطه ديالها وغادي نشوفوا. اذا لاحظوا اخواني ان المصباح ديالنا هو اشتعل وهالامور ولات مزيانه. اذا بسهوله تامه اخواني شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اننا نحكو هاد هاد القشره الصفراء ديال المصباح. ممكن نكتفي غير بهاد الضغط هكا وهكذا لي لام تي يتلاقاو مع بعضياتهم. هكا غادي يشعل المصباح ديالنا عادي اخواني، اولا الا ما خدمتش غادي نحاولوا اننا نديرو شنو غادي نحاولوا اننا نديرو اخواني، غادي نحاولوا اننا نبوانتيو بواحد لا لامب، يعني نديرو واحد بتي سودور، واحد سودور صغير بواسطه المكوات او لا المكوات الكهربائيه وشويه ديال اللدن. اذا غادي نشوفوا اخواني شويه ديال ليتان ونحاولوا اننا نبوانتيو بواسطة الكاوية. ديجا عندنا الكاوية راها سخونة، حنا كل ما قمنا به إخواني هو لقينا داك لا لامب اللي كانت كحلة حيدناها ولقينا الهرجيلة ديالها. دابا بقى لينا اخواني الا انا غادي نجربو وغادي نشوفو الامور كيفاش رجعت. لاحظوا اخواني ان المصباح ديالنا رجع تيخدم على احسن ما يرام. شكرا اخواني على التتبع ديالكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.